ينضم إلينا من لندن أحمد ياسين، محلل سياسي واقتصادي. أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا. أستاذ أحمد، يعني في هذه الأيام أصبح صعود الدولار أمام الليرة السورية الهم الشاغل لجميع المواطنين السوريين. ما الأسباب الحقيقية وراء هذا التدهور الحاد والسريع خلال الأيام القليلة الماضية، مع العلم أن العقوبات الاقتصادية مفروضة على النظام منذ بداية الأزمة السورية، يعني فلم تعد هذه الذريعة على المواطنين السوريين تنطلي عليهم هذه الذريعة؟ يعني واقعيا التوصيف الدقيق بالنسبة لنشاط العملات عموما، يمكن القول بخصوص الوضع في سوريا بأن الليرة هي التي تتراجع أمام الدولار وليس العكس، أي أن الدولار لم يرتفع في قيمته في الأسواق العالمية. الواقع يشير بوضوح إلى أن الليرة هي التي تتراجع. السبب الأساسي والمباشر الذي أدى إلى هذا الوضع هو الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وكذلك أيضا تداعياتها السياسية، عدم قدرة اللبنانيين لتشكيل حكومة، وكذلك أيضا استمرار التظاهرات في الشوارع الرئيسية في لبنان. مثل هذا الواقع أثر على القطاع المصرفي اللبناني، وطالما أن الاستثمارات السورية بأغلبيتها، هناك يعني تقارير تشير إلى أن 80% من الأموال السورية هي مودعة في المصارف اللبنانية، وانطلاقا من الواقع الصعب الذي يعكسه القطاع المصرفي اللبناني، إذ أن لبنان تقع تحت نير ديون سيادية ثقيلة، وهي تبوأت المركز الثالث عالميا بخصوص حجم الديون مقارنة مع الناتج الإجمالي المحلي. لذلك هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان انعكس مع كل أسف على الواقع الاقتصادي في سوريا. ولكن دعني أعود إلى لغة المال والأعمال. مثل هذا الواقع في سوريا لا يشير بوضوح لنشاط العملات عموما، فطالما أن الليرة تراجعت بهذا المستوى القياسي، من المتوقع أن الليرة سوف تعاود نشاطها وتستعيد عافيتها عندما يتم الحصول أو عندما يشهد الواقع الاقتصادي في سوريا بعض العوامل المحددة. أهم هذه العوامل هو بالتأكيد مرتبط مع الوضع في لبنان. عندما يستعيد القطاع المصرفي اللبناني نشاطه الطبيعي ويقدم على منح الاستثمارات، وكذلك ايضا منح العملاء ما يريدونه من الدولارات، بالتاكيد مثل هذا الواقع سوف ينعكس خيرا وايجابا على الواقع في سوريا، وبالتالي هناك توقعات قويه جدا بان الليره طالما انها تراجعت بهذه السرعه سوف تعاود نشاطها الطبيعي وتستعيد خسائرها بسرعه. نعم استاذ احمد، حقيقه لقد اجبت على اسئله كنت اود ان اطرحها عليك، ولكن ايضا هناك كيف يمكن تفسير الفارق الشاسع بين قيمه الدولار في البنك المركزي السوري المقدر ب 435 مقابل السوق السوداء الذي وصل الى حدود الألف ليره للدولار؟ مثل هذا الواقع يرتبط مع ما يعرف بلغة المال والأعمال بالسوق الموازية في سوريا، وعملية الاحتكار التي يقوم بها تجار العملات، فهم في مثل هذا الظرف يحاولون دائما الاستفادة من مثل هذا الواقع، وهم يدركون بأن هذا الواقع سوف لن يستمر طويلا بانتظار تطبيق أو الحصول على بعض العوامل المحددة، لذلك هم يقومون باحتكار نشاطهم الاستثماري انتظارا لكي يحققوا أرباح عندما تعاود الليرة نشاطها الطبيعي. يعني هذا يرتبط مع احتكار التجار لنشاطهم الاستثماري في السوق الداخلية السورية. كذلك أيضا هناك عوامل أخرى بالتأكيد سوف تترك أثرها الإيجابي على الواقع الاقتصادي السوري، وهي التطورات في شمال شرق سوريا. هناك تقارير تشير بوضوح إلى أن الأكراد سوف يعني ينخرطون في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية، ومثل هذا التطور هو بالتأكيد إيجابي للغاية، فعندما تعاود الحكومة السورية سيطرتها على الآبار النفطية في شمال شرق سوريا، وكذلك أيضا استعادة
ذلك الإقليم المهم بالنسبة للموارد الطبيعية الأساسية بالنسبة للاقتصاد السوري. نعم، لكن هذا الموضوع أستاذ أحمد فيه تشعبات كثيرة وتدخلات سياسية في هذا الموضوع، وربما يطول هذا الموضوع. أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد ياسين، محلل سياسي واقتصادي، كنت معنا مباشرة من لندن.